بات سكري اللي كتصلح للجميع انواع الطرطات، تقدر تستعملها السيده في اي طخت بغاتها. كيف ما تيقولوا هاد لا طخ هاد لا بات انغطاب، يعني ما يمكنش السيده ما تستقليهاش الا تبعت المراحل كيف ما غادي نشرحهم اليوم. بالنسبه لا طخت سيترون، غادي نعطيكم المقادير ديال العجين، غادي نعطيكم مقادير ديال كريمه اللوز حتى هي اللي كتقدروا نستعملوها في جميع انواع الطرطات، وغادي نعطيكم الكريمه ديال الحامض، وغنوريهم كيفاش يصايبوا المورينغ لا طخت. وهاد لا طخت يقدروا يستعملوها حتى في دي فيغين، يعني نقدروا نستعملوها في هذوك الكويسات اللي كيتباعوا ديال لي فيغين، ولا نقدروا نديروها طخت سيترون عاديه. بالنسبه للمقادير لا بات سوكري، العجين ديال لا طخت كنحتاجوا ليه 300 غرام ديال الزبده تكون بارده ومقطعه طريفات، 200 غرام ديال السكر كلاصي، 100 غرام ديال البيض، 50 غرام بودره اللوز، و500 غرام ديال الدقيق. نعود لكم مقادير العجين، عندنا 300 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال السكر كلاصي، 100 غرام ديال البيض، 50 غرام بودره اللوز، 500 غرام ديال الدقيق. هاد المقادير كيعطونا جوج ديال لي طخت من حجم 20 سنتيم. بالنسبه لمقادير كريمه اللوز كنحتاجوا ليها 80 غرام ديال الزبده، 80 غرام سكر كلاصي من الاحسن يكون سبيسيال، 80 غرام بودره اللوز، 100 غرام ديال البيض، 80 غرام قشطه طريه، 10 غرام مايزينا، واحد ساشي ديال الخميره ديال الحلوه. نعاود لكم المقادير ديال الكريمه ديال اللوز، كنحتاجو 80 غرام ديال الزبده. هنا يلا بغيت نسولك، واش نقدروا نعبروا شي حاجه اخرى؟ اللي كتجي رائعه وما غنحتاج نشكرها للسيدات، تيجربوها ويردوا علينا. يا سناء كنطلب منهم زعما، كنترجاكم زعما، كل سيده يكون عندها الميزان زعما، هذه كنترجاها. ما نديش كي ندير لها بالغرام، نشريو الميزان. واخا نعطيو لهم المقادير ديال كريمه اللوز، 80 غرام ديال الزبده، 80 غرام سكر كلاصي، 80 غرام بودره اللوز، 100 غرام ديال البيض، 80 غرام ديال القشطه الطريه، 10 غرام ديال المايزينا، واحد ساشي ديال الخميره الحلوه. وغنعطيهم المقادير. دابا غنعطيكم المقادير ديال المراحل اللي غنحتاجو كاملين في تحضير هاد لاطخت، ومن بعد عاد غادي نعطيكم الطريقه ديال التحضير ديال كل مرحله في هاد لاطخت. مقادير الكريمه ديال الحامض كنحتاجو ليه 200 غرام ديال عصير الحامض، 130 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، القشره ديال جوج حامضات، 120 غرام ديال سنيده، 6 ديال اصفر البيض زائد جوج بيضات، جوج ساشيات ديال الفاني، و130 غرام ديال الزبده. نعاود لكم المقادير: 200 غرام عصير الحامض، 130 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، قشره ديال جوج حامضات، 120 غرام ديال سنيده، 6 ديال اصفر البيض، جوج بيضات، جوج ساشيات ديال الفاني، 130 غرام ديال الزبده. بالنسبه لا مورينغ غادي نحتاجوا ليها 100 غرام ديال ابيض البيض، و150 غرام ديال سكر سنيده. الطريقه ديال العجين: كناخذوا البول ديال العجانه كنديروا فيه الزبده، وكنتمنى تتبعوا هاد المراحل في التحضير، حيت زعما ولا بد نتبعوهم باش تستقلينا هاد لاباط سوكري. كناخذوا الزبده كنديروها في البول ديال العجانه، كنزيدوا عليها الدقيق، كنخدموهم مزيان حتى كيوليو بحال الكسكسو، يعني كيوليو هكاك مرملين بحال الكسكسو. كنزيدوا بودره اللوز، وكنزيد سكر سنيده، كنخلطو مزيان، كنزيد البيض في الاخير، وما كندلكوش العجين، كنخليه يرتاح ليله كامله في الثلاجه. بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال الكريمه ديال اللوز، كناخذ البول ديال العجانه كنعملو فيه الزبده، كنزيدو عليه السنيده وكنخدموهم مزيان، كنزيد لا كريم، كنزيد البيض، كنضربوهم مزيان، كنزيد الخميره، ونزيدو مايزينا، وكنطربو، وكناخذ هذا الخليط كنديرو في واحد الجي بحال واني بوش، وكنحتفظ به.
طريقة تحضير ديال الكريمة ديال الحامض كناخدو كاسرونة كنديرو فيها العصير ديال الحامض حتى الغليان، كنزيد هذاك العصير ديال الحامض كنزيد عليه الفاني وكنخليه حتى كطلع فيه الغلية. كناخد واحد الإناء كندير فيه البيض وكندير فيه أصفرة البيض وداك لوزيست ديال الحامض، وكناخد هذاك الحامض من بعد ما كيغلى كنخوي على داك البيض اللي طربت وكنرجع الكل فوق البوطة حتى كيعقد خارج النار. كنزيد هذيك الزبدة اللي عندي وكنحرك مزيان وكنخلي الكريمة ديالي تبرد عاد كنستعملها. ونقدروا نستعملوا كيف ما قلت لكم في الاول، نقدروا نستعملوا هذا الشيء في لي فيغين. بالنسبه لطريقه التحضير ديال الموغان، كنطربوا ابيض البيض مع السكر مزيان، كنطربوه مزيان حتى كيدير لينا داك لو بيك بحال ديال العصفور باش كنعرفوا ديك لا موغان ديالنا راه طلعات. بالنسبه للطريقه ديال المونتاج ديال هاد لاطخت، كناخذ العجين ديالي من بعد ما برد ليله كامله وكنلبسو المول اللي عندي وكنثقبها مزيان كامله. كناخذ هذاك البوش اللي حضرت فيه الكريمه ديال اللوز وكندهن داك الوجه ديال العجين ديالي بديك الكريمه ديال اللوز وكندخلها للفرن مسخن على 180 درجه. فاش كتخرج كنخليها تبرد مزيان مزيان، عاد كنخوي عليها ديك الكريمه ديال الحامض اللي وجدنا وكنلسيها مزيان ونعاود نخليها عاوتاني تبرد واحد شويه. كندهنوا ليها الوجه ديالها بديك لا موغانك اللي حضرنا، والموغانك ما كنحضرو حتى كنوصل عليه باش ما كيطيحش ليا داك البيض ديال البيض ديالي. وكندهنها الوجه ديالها بديك لا موغانك وكندير واحد الاشكال هندسيه بالفرشاط من الفوق باش كيجي داك المنظر جميل. الا كان عندي الشاليمو كنضرب ليها الوجه ديالها بشاليمو، الا ما عنديش كندخلوها الفرن وكنشعل ليها غير من الفوق باش كيتحمر ديك لا موغانك ديالي وبالصحه والراحه. وديك لا موغانك ممكن السيده ديرها بالشكيلات مثلا اللي بغات، تقدر دير دي غوزاس بالبوش ولا تقدر دير هكا غير شكيلات هندسيه بالفرشيط وكتدير لها داك الوجه ديالها كتحمرو كيجي داك المنظر جميل سناء وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والراحه.